يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد في حلقه من برنامجكم الشباب المنوع شباب الديره. هذا البرنامج اللي يعرض لكم من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت قناه سبورت الرياضيه من يوم الاحد الى الاربعاء، وفقراتنا متنوعه وايضا ضيوفنا مميزين. ومساك الله بالخير يا عبد الله. مساك الله بالخير بدر، مسي بالخير على مشاهدين شباب الديره. بدايه اشكر اداره مجمع سيمفوني في السالميه اللي احنا متواجدين فيه، نتواصل من خلال برنامج شباب الديره معاكم. وايضا ما انسى اني اشكر فلوريك، محل طبعا زهور موجود في سيمفوني، على هذه الباقه الجميله اللي موجوده معانا. واكيد نذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع اسره برنامج شباب الديره، سواء كان عن طريق الانستغرام او عن طريق السناب شات او ايضا عن طريق ايميل برنامج اللي هو شبابكويت@hotmail.com. طبعا هذه مواقعنا للتواصل، اذا كانت في عندكم اي افكار اي اقتراحات اي ابداعات شبابيه فيسعدنا ان نكون اول المتواصلين معكم. اكيد يا عبد الله. وفي عندنا شيء وايد مهم، ان احنا دائما طبعا بالتاكيد انتم تعودتوا ويانا ان احنا ندردش شوي قبل لا نبلش ونعرف ضيوفنا. صحيح. لكن اليوم عندنا موضوع وايد مهم وهو البيئه والحفاظ على البيئه، ان كانت بيئه بحريه او بيئه بريه. نعم بالتاكيد، واكيد البيئه والحفاظ عليها هي حفاظ على صحتنا، على عافيتنا، على مكاننا، على ديرتنا. فالأمور اليوم راح تكون، وحلقتنا اليوم حلقة خاصة عن أهمية البيئة والاهتمام في البيئة، ومثل ما ذكر بعد سواء كانت بيئة بحرية أو بيئة برية. عشان نتكلم أكثر ونعرفكم على ضيوفنا راح نروح نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع لكم مرة أخرى. حلقة خاصة عن البيئة وأهمية المحافظة عليها، ولقاء مع المهندسة بثينة الشمالي والمهندسة أسماء العنزي. حياكم الله، اعود لكم مره اخرى. ويعني مثل ما ذكرنا قبل هذا الفاصل بان راح يكون في هناك موضوع خاص وحلقه خاصه عن الاهتمام في البيئه، بالتحديد راح نتكلم ايضا بشكل موسع وشكل كبير عن مبادره وهي مبادره ايكو اب. راح نتعرف بدايه على ضيوفنا اللي موجودين معنا اليوم، المهندسه بثينه الشمالي، مسي عليك بالخير حياك الله. الله يسلمك. وايضا المهندسه اسماء العنزي، مسي عليك بالخير وحياك الله. الله يحييك. حياكم الله وتشرفنا فيكم ويانا في شباب الديرة. لكن أول شيء حابين نبتدي في مبادرة الإيكو أب، يا ريت بس تكلمينا عنها أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أمسي على المستمعين والجمهور. في البداية هي مبادرة إيكو أب. نعم. هي مختصر حق إيكو سيستم أب اللي هو النظم البيئية. ممتاز. فإحنا لما اخترنا الاسم اخترنا اسم يرمز سهل حفظه، وثاني شيء يرمز للبيئة اللي هي الإيكو سيستم، هي النظم البيئية، والأب إن إحنا نبي نرتقي بالتعامل مع النظم البيئية اللي هو النظام الجوي والبري والبحري. فاخترنا هذا الاسم عشان يركز في عقول الشباب. ممتاز. إن إحنا نبي نرتقي بالتعامل، يعني ما نبي ندمر البيئة، ما نبي نلوث البيئة. فهذه الفكرة جت لما أنا كنت قاعدة أكمل ماجستير في جامعة الخليج العربي في البحرين. نعم. وكنت تدري باحثين احنا نقوم. صحيح. في بحث في الماجستير، فندور معلومات. نعم.
لقيت ان احنا عندنا وايد جهود بيئيه لكن مبعثره، ما في توحيد لها. مبعثره اسمها يعني كل جهه قاعده تشتغل على حده، ما في تعاون ما بين الجهات. لا ما في تعاون، يعني كل جهه قاعده تشتغل على حده. يعني مثال كل وزاره عندها اداره عن البيئه، صحيح. بس هذه الوزاره ما تدري شنو الوزاره الثانيه قاعده تسوي، او الهيئه العامه للبيئه شنو القوانين، ما في تواصل. فاحنا جت لنا الفكره ان نسوي نقوم في برنامج رحلات بيئيه توعويه للشباب. حلو. عن طريقها نوعي الشباب ونوحد الجهود البيئيه بين الادارات. ممتاز. بثاني اذا بتكلم يمكن مهندسه اسماء ذكرت شغله وايد مهمه، زياده الوعي عند الناس، الارتقاء في الوعي. هل هذا موجود عندنا فعلا؟ والله احنا قاعدين نحاول الخصوص هذا، لان معظم الوزارات عندنا، معظم الهيئات الموجوده بالدوله والمؤسسات الموجوده هنا عندنا كلها قاعده تحرص على الارتقاء في العمل البيئي. صحيح. فمبادره الايكو اب تساعد ايضا، نبي نوحد الجهود اللي عندنا. بالتأكيد. فقاعدين نحاول يعني، وبعدين قاعدين نطلع احنا طلعات او رحلات مثل ما تقول يعني ميدانية، وليست بس يعني محاضرة وبس. لا. وين تكون عادة؟ احنا حطينا كذا وجهة، يعني كذا وجهة. ايه، وتقريبا احنا خلصنا برنامجنا، تتكلم عنه ان شاء الله حكم. أكيد. المهندسة أسمع. طلعنا رحنا الغوص، رحلة يعني مو بس داخل البحر، حتى على الشواطئ. اي الشواطئ. وانتوا بعد تغوصون؟ ايه. عندكم لياس الغوص؟ كل شيء ما شاء الله، يعني سوبر مهندسات. الحمد لله. الله يعطيكم العافية. انزين، كلمينا اسماء عن الفعاليات، الزيارات مثل ما قالت خدنا بثينة. طبعا اول شيء اوجه تحية حق وزارة الدولة لشؤون الشباب، لان يعني لولاهم احنا ما قدرنا نطبق هذه الفكره، لان تدري الفكره تحتاج يعني الى تطوير ودعم. صح. ومثابره، ان هذه الفكره بدت من قلم ورقه وقدرنا نطبقها حق ارض الواقع. حلو. يعني انت قاعد تتواصل مع شباب جهات، قاعد تتواصل مع دكاتره. نعم. اختصاصيين، باحثين بيئيين، اكاديميين، تتواصل مع جرايد، تتواصل مع تلفزيون الكويت، لان احنا كل يعني كل رحلاتنا مصوره وراح يعرض ان شاء الله قريب على تلفزيون الكويت ان شاء الله. فكان التنسيق والتنظيم شويه يعني عمليه كبيره لنا، بس خذينا الحين خبره شلون نقدر نربط كل الجهات مع بعض. يعني عن طريق رحله واحده الحين كنا قبل ناخذ اسبوعين، الحين ثلاثة ايام نقدر ننسق حق رحله. حلو. فالرحلات اللي طلعناها كانت وايد ممتعة للشباب. حلو. رحلات تطلعون مع شباب، مجموعة شباب مثلا. إيه؟ مختارين من وزارات معينة ولا؟ شوف احنا كنا نطرح اعلان عن طريق وزارة الدولة شؤون الشباب. حلو. انه حق عامة الجمهور، بس انه يكون عمره من 16 ل 36. ممتاز. كنا مركزين على هذه الفئة. والجانب الثاني انه كان عندنا شباب من جامعة الكويت، كلية العلوم الحياتية. حلو. اللي هم يدرسون إدارة التقنية البيئية. ممتاز. كان تخصصهم عن البيئة، فلما كانوا يطلعون معانا كانوا أكثر ناس يستمتعون، لأن كانوا يدرسون شيء تخصصهم ويطبقونه. فلما طلعنا أول رحلة ما شاء الله كان عبارة عن 25 طالب ويانا من جامعة الكويت. حلو. مستانسين أنهم دايفينج ويشوفون الشعاب المرجانية، شلون ينظفون الشاطئ، شلون ينظفون يعني فعليا، يعني انا ادرس شيء بس قاعده اطبقه مع الرحلات البيئيه. حلو ممتاز. اذا بتكلم اكثر مهندسه بثينة، تكلمنا تو عن الوعي وعن الثقافه، هل في اقبال من الناس من افراد المجتمع؟ اي والله كثير، يعني مو شويه صراحه. عندنا احنا في جميع الوزارات قاعده، يعني اقول لك انا مثلا انا امثل الحين البلديه، كوني انا بالبلديه. نعم. فعندنا اداره اصلا، إدارة شؤون البيئة في البلدية، فيها قسم اسمه قسم التوعية البيئية. ممتاز. هذا القسم يعني صراحة يقوم بعمل جبار، يعني مو شوية، قاعد يتعامل مع وزارة التربية. حلو. وزارة التربية يعني معناته قاعدين يوعون الأطفال، يعني جميع المراحل. صحيح. وشقالين وياهم على مدار السنة، يعني كل يوم لهم طلعة، كل يوم لهم. حلو. عندنا يعني وايد اشياء، يعني وايد ناس يهتمون في البيئه، حتى الجمعيات النفع العام كلها معظمها. نعم. عندنا احنا جمعيه المهندسين، يعني انا مع المهندسه اسماء نمثل
لكم عضويه في جمعيه المهندسين؟ طبعا اي، ولجنه شؤون البيئه. لجنه شؤون البيئه ممتاز، ويعني تدعمنا بعد، هي يعني توجه لكم طبعا الدعم في اللي قاعد تقومون فيه. حلو، احنا في تقرير مجهزينه اللي هو للبيئه البحريه، طبعا انتم غايصين مع الناس اللي داخل البحر، عدل؟ حلو، خلينا نشوف التقرير ونرجع مع ضيفنا. حلو، رجعنا نتواصل معكم مع ضيوفنا واستمتعنا في هذا التقرير اللي شفناه، وهو مهتم طبعا في البيئه وتنظيف الشواطئ. خلينا نتكلم شوي عن التقرير اللي شفناه، وهذا كان اي شاطئ؟ طبعا هذه جزيره، طبعا قمنا بالتنسيق مع مجموعه شباب واكاديميين، وكان معنا الدكتور خالد العنزي من الهيئه العامه للبيئه. حلو، طلعنا جزيره كبر ام المرادم، عشان في فريقين، كان فريق نيغوص شباب أن يشوفون الشعاب المرجانية وشون يهتمون فيها وشون يعتنون فيها. طبعا هم في شباب قاموا ببعض الأخطاء، أن في بعضهم لمس الشعاب وهذا، وفي بعدين دكاترة وجهونا أن هذا غلط، لازم أن ما يلمسون الشعاب المرجانية، حتى بالتصوير ما ينصبهم نهائيا. والفريق الثاني كان مثل ما شفنا أنه قاعد ينظف الشواطئ، وحطوا حاوية النفايات اللي شفتوها من الهيئة العامة للبيئة. هذه رحلة كانت بس لكبر ولا كانت أيضا؟ لا، رحنا لأكثر من جزيرة، كبر أم المرادم. كم أخذت منكم هذه الوقت؟ كان من الساعة 8 الصبح للساعة 5 العصر تقريبا. ما شاء الله، بس يوم واحد ولا يوم واحد؟ لا لا، يوم واحد. يوم واحد. حلو، إذا بنتكلم أكثر مهندسة بثينة على زيارتكم أيضا، مو بس للجزر، للمحميات كذلك. أي صح. يعني في كان يمكن زيارة لكم لمحمية الجهرة. الجهرة. خلينا نتكلم عنها. احنا رحنا هناك محمية الجهرة طبعا مع فريق اليونسكو. حلو. طلع ويانا فريق من اليونسكو. من اليونسكو، وزارة التربية من الكويت يعني. ممتاز. طلعوا معانا وفريق طبعا من هناك المحمية. حلو. عرفونا على انواع الطيور، امتى تهاجر، امتى يعني المواسم، مواسم الطيور. اي، وبالاضافه الى الشباب الموجودين هناك جدا استمتعوا وعرفوا، يعني احنا هذا الهدف كله حق توعيه الشباب صراحه. صح. عشان الشباب يستانسون ويشوفون ان الكويت يعني ما هي هينه صراحه، فيها طبيعه، فيها اكو اشياء
كل العوامل البيولوجيه كلها يصير عندنا يعني هلو. هجره الطيور ما تصير الا لما يصير الموسم الفلاني صحيح. نشوفها في طيور احنا ما نعرفها تهاجر من هناك لهني تمر علينا عدل يعني واللي بعد على قولتهم اللي عايش هناك وبالمحميه وهذا يمكن يعرف اكثر مني بس صح. انا صراحه استمتعت انا كنت يعني ما كنت اعرف يعني انواع شفتي هذا يعني الاشخاص اللي كانوا معك هل شفتي الاستمتاع موجود في عيونهم انهم مستمتعين بالاجواء اللي قاعد يشوفونها والله شفتهم اي والله الشباب ما شاء الله مستانسين يعني هم بروحهم ما يدرون وين يروحون عشان بس يبون يصورون وقاعدين يطالعون قول معاي في طيور أيه؟ تطلع من تحت والله كنا مو بالكويت صراحه والله يعني اشجار كبيره وبحيره ومش عارف ايش يعني ما كنك قاعد انت بالكويت احنا عشان كذي سموها محميه اي سووها محميه فنطل من تحت لتحت نشوف هذا الطير هذا يطلع هذا مدري كذي يعني ترقب للعمليه هذه مصورين ما شاء الله عليهم اي في تصوير عندنا مصورين يعني في عندنا احنا فريق تصوير فمصور يمكن هذه مبادرة ثانية كانت لكم اسماء اللي هي أهمية الطيور هي لا هذه رحلة ثانية هذه رحلة ثانية المبادرة احنا المبادرة عبارة عن رحلات حلو مصورة إيه؟ ممتاز إيه؟ هي مبادرة إيكو أب إيه؟ عبارة عن رحلات عن بيئية أكثر من رحلة وكل رحلة تخص موضوع معين تنظيف شواطئ صح. أو قاع البحر أو طيور إيه؟ أنا بالنهاية أستاذ قلت لك إحنا نبي نوحد الجهود البيئية صح. فأنت لما تيجي تبي توحد الجهود البيئية لازم على قولتهم تقطف من كل بستان زهرة تعرض تقول إن هني محمية هني في مصنع هني في مردم هني في قوس هني في تنظيف شاطئ فأنت قاعد توري الناس إن ترى يا جماعة في جهود بيئية وايد في الكويت صحيح. مو في تخصص واحد زراعة ولا تربة ولا لا إحنا قاعد نتكلم عن كل المجالات البيئية حلو. يمكن تو ذكرت مهندسة بذينا للطيور ايه؟ عدد الطيور شلون ممكن نحصها يعني أنتوا لما تروحون الحين شنو الهدف من الزيارة هذه لمحمية الجارة إنكم تشوفون طيور وتشوفون مثل ما ذكرت خضرة وحيرة والأمور هذه شنو الهدف من هذه الزيارة؟ شوف أول شيء الهدف إن إحنا كان نبي نوجه أول شيء تسليط الضوء إن عندنا محمية كبيرة وفي ناس ما يدرون إن عندنا محمية بالكويت وهي للطيور فإحنا قمنا بتوجيه دعوة حق لجنة اليونسكو اللي هي لجنة الثقافة والعلوم أوجه تحية للأستاذة نادية الوزان قامت برحلة معنا إن هي أكثر يعني ثلاثة كانوا طالعين معاها إن كانوا مستمتعين إن في محمية بالكويت وقمنا خلال المحمية رحلة المحمية سوينا ورشة تصوير طيور حلو. كان ناس معنا مختصين في تصوير الطيور اللي هم فريق عدسة البيئة كانوا معنا قاموا في تعليم الشباب والبنات اللي معانا شلون أنت تركز في تصوير الطير فكان هدف أن إحنا نسلط الضوء على أن هناك محمية وثاني شيء أن نعلم الشباب شلون أنت تقدر تأخذ لقطة لطير وتصبر على اللقطة هذه وتسجيل هم الطير هذا بأنه نستفاد من صورنا تسجيل الطير هذا أنه يكون توثيقة. موجود نبي نحببهم بالمناظر الطبيعية هذه علشان لحد يقنص ويخلص يخرب يدمر البيئة الله يحفظهم إن شاء الله إحنا قاعدين نشوف الحين الجانب التوعوي كبر فيما يخص التواصل الاجتماعي خصوصا مع وجود اليوم البرامج الكثيرة فقاعدين نشوف التوعوية دائما موجودة في البرامج سواء اختلفت الأكاونتات أو الحسابات طيب هنتكلم شوي بخصوص الرحلات اللي قاعد تقومون فيها وقاعدين تجهزون لها طبعا أكيد هناك تعاون مع وزارات في الدولة حلو شنو التعاون هذا اللي مع الوزارات تسوونه أول وزارة طبعاً تعاونت وياها المهندسة اسمها وزارة أو بلدية الكويت حلو وجز أنا يعني بالبلدية نعم. فأنا كنت متعاونة وياها جداً صراحة وأنا حابة الشغل هذا كله يعني إحنا أهم الرحلات اللي طلعناها عن طريق البلدية كانت مصنع التدوير الإنشائي حلو عندنا إحنا مصنع ترى تدوير إحنا صاروا إعادة التدوير ضبط وعندنا المرادم الموجوده في الكويت اكيد شنو الهدف من زياره اعاده التدوير مصنع اعاده التدوير نبي نوري الشباب ونعرفهم على شلون يعني نحافظ على البيئه من خلال تدوير المواد الانشائيه هذه سواء كانت بلاستيك او غيرها من الليمون او اي اي يعني أي المواد الانشائيه مخلفات البناء نعم مخلفات البناء هذه مو كلها نرميها يعني عرفت الكونكريت احنا نقدر نستفيد منه مره ثانيه الحديد
الستيل هذا كله نقدر نطلعه مرة ثانية ونصنع منه. ممتاز. حلو. زين شو رأيكم الحين هم نشوف بعدها التقرير هذا اللي مجهزينه ونرجع معكم. فاصل وردين. عودة لكم مرة أخرى مستمرين معاكم في شباب الديرة. شفنا مع بعض هذا التقرير على نفس الموضوع اللي كانت قاعدة تتكلم فيه المهندسة بثينة الشمالي، وهو مصنع إبك لإعادة التدوير اللي يعتبر أكبر مصنع موجود في الشرق الأوسط. وهذه الرحلة مهندسة أسماء يعني كانت يمكن من أكثر الرحلات اللي خذيتوا معاكم أشخاص فيها. صح. كم تقريبا العدد الأشخاص اللي كانوا موجودين؟ والله شوف إحنا من أعلننا يعني قبل الإعلان طبعا سجلوا معانا 40 طالب وطالبة. حلو. كان على رأسهم الدكتور محمد الشواف من جامعة الكويت كلية العلوم الحياتية. كانوا مو مصدقين ان احنا عندنا اكبر مصنع في الشرق الاوسط اللي هو اعادة تدوير النفايات الانشائية. نعم. الحمد لله يعني تقريبا كان معانا فوق ال 45، هذا غير الفريق مالنا. غير الفريق. اي فكانت الرحلة وايد ممتعة انه يو وشافوا منتجات المصنع. حلو. ان شنو اللي قاعد يطلع من المصنع بعد ما يعيد تدوير النفايات الانشائيه. فاستانسوا الشباب والبنات والطالبات اللي معانا ان الكويت فيها مصنع. الكويت فيها مصنع واكبر مصنع في الشرق الاوسط. أكيد. فيها اكثر من مصنع الكويت للمعلومه، لان ما شاء الله عليهم شبابنا الحين قاموا يروحون او اتجهوا الى الصناعات. صح. فما شاء الله قاعدين نشوفهم مصانعهم، وايضا قاعدين يحافظون على البيئه من جانب ثاني اللي هو إعادة التدوير وغيره من الأمور هذه. وحلوة الرحلات اللي قاعد تقومون فيها، خصوصا الحين بالفترة هذه قاعدين نشوف ما شاء الله الأنشطة زادت، فرق تطوعية كثيرة سواء كانت بيئية سواء كانت أيضا فرق تطوعية لتغطية مثلا فعاليات معينة. صح. الله يعطيكم العافية. طيب خلينا نتكلم شوي أيضا عن بثينة، عن الخلايا اللي هي رحتوا عندكم لخلايا النحل اللي زرتوها طبعا الزيارة هذه، كلمينا عنها. احنا رحنا عند شو اسمه هذا استاذ عبد الله. اي استاذ عبد الله. اي علمنا اصلا شلون نختار العسل،
وشلون نعرف ان هذا العسل يعني طبيعي ولا مو طبيعي؟ علمنا على الاقل يعني شلون نختار الجوده ان اصلي انه يكون عسل طيب يعني. نعم. فاخذنا خبره يعني نوعا ما حلوه. علمونا بعد اشياء ثانيه اللي هو كيفيه المحافظه على. نعم. الاماكن هاي اماكن الخلايا صح. عشان يعني لا يتم ضربها بالمبيدات او يعني في ناس احنا الهدف منها ان احنا شنو ان احنا نحافظ على البيئه. ترى هي الخلايا هذه يعني في ناس يجون مثلا يقول هو يعني ان في ناس يجونا علشان يتخلصون من خلايا النحل اللي عنده فما يعرفون شلون يتخلصون منها فهم لهم طريقة معينة بأنهم يتخلصون منها أنك تنقلها من مكان لمكان إيه يعني مو يبيدونها مثلا في ناس يبيدونها بالمواد صح. إحنا يعني هو ما يبيدها بالمواد هذه وكذي يعني لهم طريقة خاصة يشيلونها يقتلعونها من المكان يودونها مكان ثاني أنظف يعني يهيئون لها البيئة المناسبة صحيح. لها وورونا مكان يعني كيفية عمل العسل والأمور هذه يعني والبروسيجر كله يعني جميل فاستفادوا يعني حتى لأن الشباب اللي ويانا يعني مستانسين حلو. خذوا عسل أكيد إذا بنتكلم على هذه الرحلات إحنا قاعد نتكلم على أكثر من رحلة سواء كانت بحرية فيها غوص وفي رحلات إلى الشواطئ بنتكلم برية قاعدة تروحون محميات أسماء بنتكلم على مصانع أو مردم النفايات أو خلية النحل بتكلم في جانب الأمن والسلامة خصوصا أن هذه الرحلات تتطلب هذا الجانب فشون قادرين يتنسخون هذا الموضوع طبعا أشكر مدير الطوارئ الطبية لأنه كان دائما يوفر لنا إسعاف معنا خلال رحلاتنا جميع الرحلات لأن الرحلات تدري بعيدة صحيح. محمية مصنع بشب جزيرة فإحنا كل الرحلات كانوا يطلعون معانا طوارئ طبية ممتاز وزيادة أن في عندنا شباب عندهم دورات إسعافات أولية حلو طبعا الحمد لله ما صار شيء خلال رحلاتنا يعني نهائيا الحمد لله أن إحنا ماخذين فئة يعني كبيرة 16 إلى 36 فاهمين صح وموقعين تعهد ومسؤولية أنهم متحملين مسؤوليتهم بالكامل ممتاز لأن إحنا بالنهاية نبي نفيدك فأنت لا تضرنا يعني أنت طالع معنا رحلة أن أنت فاهم أن صح. هذه الرحلة تبي تزيد المعلومات عندك عدنا. وأنك تستمتع معنا فأنك لازم تتقيد بالقوانين يعني من رحلات المحمية كنا معطينهم نصائح أن لا تقرب يم طير أكثر من مسافة معينة حتى بالخلايا النحل لازم تتقيد وتلبس شغلة معينة كنا موزعينها عشان ما تقرصك النحلة ولا تتحرك ولا تحط عطر لأن العطر يجذب النحل أو يضايق النحل فإحنا عندنا قبل أي رحلة نعطي تعليمات حق اللي معانا قبل أي رحلة قبل أي رحلة أن تعالوا ترى معانا تعليمات اقروها والتزموا فيها واللي ما يلتزم نستبعده من الرحلة ممتاز حلو ايش رايك نرجع نتكلم عن تنظيف السواحل والاهتمام في البيئه البحريه خصوصا بعد ما شفنا لكم فيديوهات في طلعاتكم في هذه الرحله طبعا نسقتوا مع وزاره الداخليه بالتاكيد خبر السواحل طلع وياكم او الجهات هذه طلعت وياكم كلها كتب رسميه شرطه البيئه معانا كانوا والداخليه كلمناهم في كتب رسميه بيننا وبينهم يعني في سهوله طبعا في الاتصال كانوا وايد متعاونين لان شيء في ديرتنا يعني بالنهايه يعني تونا قبل فتره طلعنا تنظيف شاطئ الاخويسات نعم. كان مجموعه كبيره من فرق تطوعيه حلو. كان معانا الداخليه معانا شرطه البيئه كانوا مسهلين امور يعني الروحه والرده والطريج وهذا حلو. فبالعكس وايد كان يعني كان ساعدتي اسماء انت في تنظيف الشواطئ ولا القاع لا انت كنت غواصة الشواطئ بس انت غواصة ولا لا لا انا مو غواصة انت مو غواصة لا أنا سمعنا تقولون غواصات لا احنا جربنا يعني تجربة الغوص لكن احنا مو غواصة بس ان شاء الله بالمستقبل بنصير ان شاء الله طيب مهندسة بثينة في اماكن للحين تحسين ما غطيتوها حابينكم تروحون وتغطونها والله احنا نحب نغطي جميع الاماكن بس تدري احنا الوقت يعني ما نقدر لان احنا ملزومين في وقت معين حلو. يعني المبادره هذه صح تكون في فتره معينة فخلص الوقت لها يعني عدل. اعتقد ان شهر 6 خلصنا شهر 6 خلاص يعني ما نقدر بعد يعني الا لما ناخذ بعد تصريح ثاني صح. واذن ثاني مش عارفه يعني هالامور هذه بس ان شاء الله نحاول
خصوصا ان في عندنا شباب في برنامج O2 اللي هو اللي في كلية العلوم الحياتية. حلو. يعني ما شاء الله مستمتعين في هذا الموضوع وهم يطلبون منا بعد. ودونا خلونا نشوف. ما إيه خلونا نشوف لأن مو كل طالب يقدر يمر أو يروح حكي. يعني مثلاً يدخل بالوزارة الفلانية لازم تصريح لازم وهم مشغولين بدراستهم مش عارف إيش هالسوالف هذه فإحنا نسهل العمليات هذه وهم يعني ما شاء الله إن شاء الله يا رب حابين هم هذه المبادرة كانت الأولى هل راح تكون في مبادرة أخرى إن شاء الله إن شاء الله إيكو أب 2 إن شاء الله في إيكو أب 2 إيه لأن إحنا ما غطينا كل الجهات حلو. طبعًا أنا ما ضفت يعني إحنا صارت لنا رحلات حق وزارات وهيئات يعني مهتمة في البيئة مثل الهيئة العامة للبيئة زرناها زرنا وزارة الكهرباء والماء عند المهندسة أقبال الطيار نعم. يعني في أكثر من جهة نبي نغطيها إن شاء الله في إيكو أب 2 وراح يزيد إن توحيد الجهود البيئية في الكويت إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله حلو رتبتوا رحلة حق البر احنا شفناكم بس على الشواطئ وفي زيارتكم للمصانع وغيره هل رتبتوا رحله لتنظيف البر مثلا خصوصا في نفايات قاعدين نشوفها كثيره والله للامانه احنا نزلنا بوست حق شلون ان انت تتعاون مع الهيئه العامه للبيئه انك تلتزم بالقانون اللي هو مال المخيمات نعم لكن ما سعفنا الوقت ان احنا نطلع حق تنظيف المخيمات ان شاء الله مستقبلا تكون موجوده الفكره اكيد ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله أكيد يمكن إذا بتكلم أكثر الحين بعيدا عن المبادرة شنو اللي ممكن الواحد يسوي مو شرط أنه لازم يكون مع مجموعة مو شرط أنه يكون لازم ممكن يكون فرد ممكن تكون عائلة شنو الدور اللي المفروض يرجع لي أنا الحين كفرد من أفراد المجتمع أهم شيء أنك أنت تعرف البيئة شنو هي وشلون أنت تقدر تحافظ على البيئة من خلال المعلومات اللي عندك أو الأشياء اللي أنت تقراها عن البيئة لا. يعني على قولتهم يعني شلون مثلا الحين انا بروح البر مثلا اي بروح البر انا بروح استمتع في البر انا مو وقته بس إيه لا لا هو يعني مثلا انزين انا بقعد اخيم إيه بطلع بروح البحر اي وبيقعدون الشباب ايوه على الشاطئ انزين استانس اكل اشرب العب سوي بس شنو خل مكانك نظيف لا تقط اكياس حولك إيه. ترى المشكله يقطون ترى حتى القبليين أوه والله العظيم كانوا اسنع منه ما كانوا كذي ترى ما عندهم يعني انه والله انا اقط هذا الوسخ مني عقبوي وما ادري ايش قال يعني شواطئنا قديما كانت حلوه صح. نظيفه ليش يحافظون على نظافتها يعني ما يخلون يقطون الاشياء كانوا قبل يحرقون النفايات صح اول ما كان في عندهم مرادم مثل كان الشعب قليل يعني ما كان في مرادم يعني يحرقون هذا اوكي كانت طرق بدائيه لكن كانوا يشغلون عقولهم ويخلون نظيفه بيئتهم نظيفه صحيح فما كانت شو اسمه بس الحين يعني تدري العالم ظل شويه عن البيئه احنا نقول مو الجميع يعني بس والله الحين العوده حق الموضوع هذا يعني ما شاء الله احنا انا اشوف يعني جهود جباره يعني كل الافراد كلها قاعدين يحافظون على التوعيه والثقافه توعية زادت الحين زادت التوعيه اي والله زادت التوعيه في كل مكان الحين حتى الجمعيات قاعدين يسوون يعني كل مكان تشوف فيه مبادره من نوع هذا البيئي ومن نوع يعني احنا يوم رحنا سوينا المبادره يوم احنا ليش اخترنا طلعات او رحلات ميدانيه احنا ما نبي مثل الباجي يعني انه هم كلها محاضرات وبس تبي تتميزون وتغيرون نبي نتميز لان وايد وعي بيئي وايد في اكو الاشياء هذه قواكم الله طيب اسماء شلون اللي حاب يعني مثلا يلتحق فيكم سواء في طلعاتكم هذه للرحلات او مثلا في فريقكم التطوعي طبعا احنا عندنا انستغرام وتويتر نعم. باسم ايكو اب كويت حلو هذا اللي حبيت اتواصل وياكم اي يو بي كي دبليو وعندنا طبعا الحين حاليا قاعد نسوي ويب سايت حلو انه يوثق كل الصور والفيديوهات اللي طلعناها أي. وكل الجهات اللي قاعدين نتعاون معاها واللي نبي نتعاون معاها اللي موجود الانستغرام طبعا هذا اللي على الهواء اللي حاب يتواصل مع فريقكم التطوعي صح ايكو اب كي دبليو كي دبليو اي عدل إيه. حلو زين يمكن انا برجع على نفس الموضوع ويا مهندسه بثينه موضوع الشواطئ وايد ناس يستسهلون هذا الموضوع يعني مهندسة اسماء يقول لك والله انا مو بالبحر انا ما قطيت مثلا قوت المشروب الغازي او العصير او الكيس في البحر
واللي راح ياخذ له سنين ومئات السنين على ما يتحلل. على الشاطئ عادي على الرمل. فهذا شنو الرساله اللي ممكن نوصل لها؟ طبعا شوف انا من احدى المؤتمرات اللي حضرتها في محاضره لفتت نظري. حلو. انت ما يصير تي تقول للشعب انك التزم في تنظيف الشاطئ وانت ما توفر له حاويات. فانت لما تي تقول لي تعالي استمتع بالشاطئ وحافظي على نظافه الشاطئ، لازم انت حط لي حاويه عشان انا لما اخلص اقط في الحاويه. فانا يعني شفت ان في حاويات صح، لكن للامانه الناس يستبعدون المسافه. فشي يسوي؟ يربط الكيس ويقطه من بعيد، او في ناس تربطه وتحطه. هذا الناس اللي يعني شويه يعني محافظين يقولون ان في عامل وشي عامل واحد هذا الخراب. في ناس يخلون النفايات يمشون. نلاحظها في اقلب من فعاليه تصير، ويقولون او يعتمدون على العامل اللي بعدهم ويشيل وينظف. لازم الواحد يعتمد على نفسه ويعتمد على النظافه اللي حوله. انت فكر فيها بانك انت هذا بيتك، ان هذه ديرتك في النهايه وطنك. خلونا نطلع هالتقرير هذا ايضا عن البيئه ونرجع مع ضيفنا. حياكم الله مشاهدينا، عودة لكم مرة أخرى. مستمرين معكم في هذه الحلقة الخاصة اللي نهتم فيها والاهتمام بالبيئة، سواء كانت بيئة بحرية أو بيئة برية. شفنا مع بعض هذا التقرير المهندسة أسماء، هذا وين كان؟
الشعب المرجانية والشباب اللي غاصة وين هذه كانوا؟ جزيرة كبر. كانت بجزيرة كبر. حلو، شنو كان الهدف من هذه الرحلة؟ الهدف قلت لك فيه كان جزئين من الشباب. الشباب اللي كانوا على الشاطئ. اللي كانوا على الشاطئ كانوا مختصين في تنظيف الشواطئ. ووضع الحاويات اللي متعاون مع الهيئة العامة للبيئة. حلو. الجزء الثاني اللي كان عندهم ليسن غوص، طبعا كنا حريصين انه يكون معاهم ليسن غوص. ممتاز. انه هم يسوون دايفنج وينظفون يشوفون القاع ويشوفون الشعاب المرجانية ويشوفون التلوث اللي صاير في قاع البحار. شنو اللي قالوا لكم؟ شنو شافوا؟ طبعا هم صوروا لانهم مصورين. حلو. فقالوا انه كان في تواير تلفانه اللي شفناهم، في احبال وفي خيوط وفي اشياء. شفنا جزء يمكن في اجزاء ثانيه، في اشياء وايد ان شاء الله. لا بحرنا في خير. فريق طبعا متخصص انه هو قاعد ينظف الشواطئ، اللي فريق الغوص الكويتي اللي هو تطوعي ايضا، قاعدين كل باستمرار قاعد ينظفون قاع البحار. صحيح. ولهم جهود يعني كبيره. الله يعطيهم العافيه. طبعا انت ما تنتشلون الفريق، ما ينتشل المخلفات، فقط تصوير. وتوفيق. التصوير قواكم الله. الله. اذا حابين رساله توجهونها للمشاهدين، او انه مثلا شلون اللي حاب يلتحق فيكم عندك؟ طبعا اللي حاب يلتحق فينا ان شاء الله، اكيد احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، وان شاء الله اكيد راح تعرضونها. اكيد تعي على الهواء. خلاص ان شاء الله موجوده. بس هذا هو يعني ان شاء الله راح يطلع ايكو اب ان شاء الله 2 ان شاء الله ان شاء الله، وراح يعني تشوفون منه اشياء حلوه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. رساله اخيره مهندس اسماء. طبعا انا اوجه رساله حق شباب الكويت بالذات، ان ما في فكره سهلة التطبيق، لازم تتعب وتثابر. نعم. وتتواصل وتصر انك تطبق فكرتك، لان بالنهاية هذه الفكرة اخذت تقريبا سنة ونص على ما احنا طبقناها. بيوم وليلة. ما كانت بيوم وليلة، مثل ما قلت لك بدأت بورقة وقلم. لما انا كنت اسوي رسالة الماجستير، حبيت اني انا اضع بصمة من خلال دراستي، يعني ابي افيد شباب ديرتي، ابي الشباب الكويتي يعني يطبق جزء من الاشياء اللي قاعد يدرسها على ارض الواقع. نعم. بالنهايه انت قاعد تدرس عشان ترفع اسم الكويت فوق وتوعي الشباب الكويتي. بالتاكيد. فهذه رسالتي، ان اي احد يعني يدرس يعني يطبق جزء من دراستك على ارض الواقع. الله يعطيك العافيه يا اسماء. يعني انا اقدر اقول كلمه، بمثلكم نفتخر فعلا. وعسى الله ان شاء الله يوفقك في ايكو اب 2 ان شاء الله، ونكون ممكن جزء نساعد وياكم في الاهتمام في البيئه. في النهايه احنا عايشين في نفس هذا المجتمع. صح. وهذه البيئه اللي احنا عايشين فيها، سواء كانت بيئه بريه او بيئه بحريه. صح. فنتمنى ان شاء الله ربي يوفقك في القادم. كل الشكر للمهندسه اسماء العنزي، والشكر كذلك للمهندسه بثينه الشمالي، والشكر لكم مشاهدينا. بكذي وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من شباب الديرة. إن شاء الله راح نلتقي فيكم في حلقة أخرى. نترككم بحفظ الله ورعايته ونقول لكم إلى اللقاء.